سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. ان شاء الله اليوم جينا ان شاء الله اليوم جينا نديرو تاكوس. هاد الوصفه سهله بزاف وان شاء الله حتولوا كامل في دياركم ديروها. نبداو المقادير. نسحقوا رطل تاع فرينه، نحطوا نص كاس تاع زيت، اي كاس عندكم عبروا به. نحطوا ملعقه صغيره معمره تاع ملح، نص ملعقه صغيره تاع سكر، نحطوا وحده خميره موزن 10 غرام، والماء اللي جمع العجين. دوك تبداو نديروا الملح ونديروا السكر ونديروا الزيت. درت الخميره هكا، نخلطوهم. الخبز هذا حيجيكم هايل كيما تاع اللي تشروه من برا. وتلموه بالماء، الماء يكون دافي مدى بيكم. حنلموها ونعاودو نولو ليكم. هاولي كيفاش تكون، هاي كيفاش تكون العجينه ما تكون تتلصق. هنا برك مازال ما نحيتش انا هادو، ما تكون تتلصق وما تكون جاريه بزاف. ها هي طريه، حتدلكوها شويه واحد 3 دقائق ودا، ماشي ما تاخذش وقت كبير. كيما قلت لكم القوام ديالها ما تجي طريه، لخاطر الا كانت طريه بزاف ماهيش حاب تنجح لكم، وفي نفس الوقت راكم تشوفوا فيها طريه مع يابسه. لو نغرسها شوفوا تكون طريه، ها هي طريه بصح ماهيش حتى ما تلصقش كامل في اليد. ها دوك تخلوها تريح باش تبداو باش نفاصوني الخبزات ديالنا. دوك بعد ما تكون ريحات شوفوا كيف تولي العجينه تخمر شويه معنا لي فيغ، تقسموها حدي لكم 8 خبزات. شوفوا قد ما نحيجوكم، حيجوكم هكذا بعد حد مهم هذيك العجينه تخرج لكم 8. ومن بعد هذوك حنا نخليهم يريحوا شويه، ماهوش حيريح بزاف غير واحد 5 دقائق قبل ما نديروا ديك الحديدات تسخن اللي طيبوا عليها ونبداو نطيبوهم. درك كيما راكم تشوفوا جينا تحلوها، حلوها رقيقه قد ما تقدروا. درك تشوفوا ولي يكون جامي دار لا بروميير فوا يدير، ولا ما تخافوش زعما الا ما درتكمش مدوره، خاطر هذوك لي ديفو حيتخباو كي تكونوا تفاصونيو في الطاكوس ديالكم. كيما كنتو تشوفوا هكا حلوها قد ما تقدروا رقيقه. شوفوا راهي تبان الطابله ديجا تاع عياها شويه، هذاك بابي كويسو صافي نحيناه حلينا ديريكت فوق العتاب. شوفوا كيفاش تكون راهي رقيقه. دوكا تكونوا دايرين الحديدات سخون، رفدوها بالحلال لخاطر دوكا ما ترفدوهاش هكا حتى عاود تتكمش معاكم. هكذا سقموها، النار تكون متوسطه ماشي زايده بزاف، خلوهش يطيب بزاف لخاطر انا بعدا حنبريسيوه في البانينيير. تخلوه غير يشم النار ماشي حتى تحمر لنا ولا تزيد شويه هذيك. دوكا مازال تزيد كما هذه مازال شويه، حتكون هكذا برك كي تشوفوا هادوما صافي. هاد الوجه راهو مليح، نزيدو نخلو الوجه الاخر ياخذ ونحوهم وتغطوهم بسربيتة. كل ما تحطوا وحده غطوها ما تخلوهمش يضربهم الهواء، وحده فوق وحده حتى تكملوهم كامل. كيما كنتو تشوفوا يزيد تحل في الثانيه ونكملوهم كامل هكذا. حطيبوهم قلت لكم ما طيبوهمش بزاف باش ما يتكسروا لكمش كي تكونوا تخدموا فيهم. نكملوا كامل نطيبوهم ومن بعد ما نحط لاصوص. شوفوا دوك كيفاه تتنفخ منا خبزه مول خبزه، كل ما يريحوا كل ما حيعطوكم نتيجه هايله بزاف. دوك نروحوا للصلصه. الصلصه ما عندي ما نقول لكم عليها، الصلصه هذه دارها خويا هو اللي مدي الوصفه. شوفوا هاد الصلصه نسحقوا فيها خسابيه، درت البولي ودرت الفيوند، نسحقوا 3 حبات تاع فرماج. هاد الصلصه تجيكم بزاف بنينه، نحطوا 3 حبات فرماج هادوك، نزيدوا معاهم مغرف صغيره تاع راس الحانوت ومغرف تاع العكري. تحبوا حار تحبوا ماشي حار، هو تاكوس يجي حار في الصح، مالا اللي حب حار يدير. والملح نديرو 4 مغارف تاع الزيت كبار، هما نورمالمون 6، مي كي عندنا البطاطا مقليه وكاع نقصو نديرو 4 مغارف.
هكذا هاد الصلصه قلت لكم رائعه. درت هنا هاد التوابل 7 بهارات، هادو اذا كانوا عندكم ديروا منهم ملاح بزاف. هذا منتوج محلي تصيبوه في الاسواق، ديروا مغرف صغيره تاع القهوه معمره. هاد الايبيس لازم يكون طندوري، هذا تاني ديروا مغرف صغيره. اذا كان ما عندكمش في زوج هادو تقدروا ديروا غير راس الحنف في فلفل الكحل، مي حيمد لكم ذوق رائع في الصلصه هذه. هاد الصلصه نعتمدها بزاف مام في لي غراتا، تجي بزاف هايله مغرف تاع الخل وتبقى هنا. ديروا لا كريم فخاش، بالنسبه لا كريم فخاش الكميه تبقى على حسابكم. انا هنايا الكميه درت كبيره خاطر قسمت الخليط ديالي، باش نقول لكم بلي هنا يخرجوا لكم واحد، درنا 8 لي ساندويتش كبار دوك تشوفوهم معنا. صافي درت نص القرعه تاع لا كريم فخاش، خلطوا كل مع بعض هكذا حتى يتمازج كلش ويدخل فرماج في هذوك المكونات. صدقوني ما تزيدوش تستغناو عليها، بنينه 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 لدرجه ما تصوروهاش. خلطوا هكذا في نفس الوقت. نتوما دوكا ندير المقله انا وندير فيها غير شويه تاع الزبده ونحط فيها لي سكالوب والفيون داشي، هذوك يبداو يتحمصوا ما ندير لهمش الزيت لخاطر كل حاجه راهي عندي في هذه الصلصه ديالي. في جهه كنت نقلي في البطاطا كيما كنت تشوفوا، وكانت ماما دير واحد الجواز خاطر هي ما تحبش التاكوس، كانت دير فواحد الجواز كاش نهار نوريه لكم بزاف هايل. وفي نفس الوقت درت المقلاة السخون ديالنا، قلت لكم نمسحها غير بشويه تاع الزبده، ها هي دابت. ونحط هذاك الاسكالوب ديالي والفيون داشي شويه يدخلهم الطياب. بعد ما يدخلهم الطياب حنحط عليهم هذيك الصلصه ونخليها واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق، ما نزيدوش عليها بزاف باش ما تمشي بزاف ما تبقى مالها. راح نديرو حنفرغو عليهم كامل هذيك الصلصه تاعنا. انا بالنسبه قلت لكم الخليط درت شويه بزاف تقدر دوك نقسم، خويا واحد اخر يحط فيهم طوماطيج في الطرشي ونص واحد اخرين حنايا نحبوه سامك. صافي دوك هنايا قسمت الخليط على اثنين بعد ما ينشف هكذا، نخليه واحد 5 دقائق برك يتنشف هاد لاصوص هاد الصلصه ديالي. ومن بعد دبر راسكم تحبوا تضيفوا لها طوماطيش طرشي محمصين، تحبوا تخلوها هكذا ديريكتومون ديروها في لي ساندويتش. دوك نخلوها شويه تغلي غير تاع تغلي، هي نشفت دوك نشف معنا هذاك البنه ما عندي ما نقول لكم بنينه 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 لازم تسيوها. دوك حنطفوا عليها النار. دونك كيما كنتو تشوفوا تجيبوا الخبزه ديالكم المارينا تاع الكولي والفيون داشي، الفخيت اذا كنتو تحبوا حتى تعاونكم في لي ساندويتش. درنا هنا الكومونبير فرماج بلون كما كنتو تشوفوا وفرماج غابي. فرماج بلون حديرو غير في الوسط، ماكوش حتخرجوا في تاكوس ما نخرجوش كامل الفرماج هكذا. درك ديروا شويه لي فخيت كومونبير وديروا فرماج غافي. ومن بعد هتبلاطيوها هكا شويه في التاكوس. كاين زوج غلقات، كاين اللي يغلقوه ما يتعاودش يتحل، وكاين كيما خويا دوك غلقوه هكذا نقدروا نعاودو نحلوه اللي حاب يدير صوص ميزون ولا يقدر يعاود يحلوه ولا كيفما يزيد له مع الاخر على بيه هذا لو هذا الغلق هكذا. وانا اللي حنخلي لكم في الفوق دوك تلقاو لا فيديو تاع صوص ميزون، انا اليوم ما خدمتهاش بصح راكو حتلقاوها بزاف هايله وبنينه لي ساندويتش. شوفوا هدايا تاع خويا، هذا تاع خويا شوفوا بدا ياكل اللي فيه الطرشي وفيه طوماطيش جا هايل بزاف مع
حمود. ودوك هذا انا حنديرو ديالنا. انا لابخاز ديالي شويه ماشي مليحه بزاف، صافي حندير فيها ومن بعد نردو في المقله باش يتباس مليح. ومن بعد ديروا واحد مور واحد واحد حتى تكملوهم كامل. دوك نديكم تشوفوا في المقله اللي يكون كامل ما عندوش هذيك لابخاز ما حديروا ان شاء الله تاكوس ثاني في الدار غير في المقله. شوفوا حطوا حاجه ثقيله برك عليها، حنا راهي تحمرت منا وحتمد لكم نفس النتيجه. ها دوك نكملوهم كامل وحنوريهم لكم ان شاء الله في صحن التقديم انا وخويا. وما تنساوش كلي كوتي وقفوهم باش يتحمروا. ايوا من بعد نتلاقاو. والتاكوس على بالكم بلي كيما الحوايج كاين تاع كاين ال واكس ال وهذا دوبل اكس ال على حساب الكريشه. كل واحد لي سمين يدير تاع هذا تاع دوبل اكس ال. درنا زوج خبزات اللي ياكل بزاف ماشي للسمن، المهم اللي ياكل بزاف درنا زوج خبزات لصقناهم هكذا. وكل حاجه كل حاجه حتزيدوها بشويه بزياده. انا نديرو في الكومونبير كل حاجه درناها في الصغار حندوبليوها هنايا لي فريت بيان سور. وكاين اللي ما يحبش ما يديرش لي فريت. وحنزيدو فرماج رافي. بسم الله على الله. هاوليك كيفاش حيجي الله يبارك لي ياكلو ما يزيدش ياكل. ودوك نروحو نديروه نبريسيوه كيما الاخرين ومن بعد نوريه لكم بين ثلاثه كيفاش جا. وتحبوا تزيدوا له في لاطاي زيدوا له. وكاين اللي يحبوا يديروه كغي يديروا له فرماج غابي ويزيدوا يدخلوه للفور من الفوق يتحمر. في الاخير ما عليا غير نقول لكم هام ليك لي تاكوس ديالنا قسمت لكم كان يحبها. شوفوها معنا انا برك كنت مزروبه ما درتش لاصوص صوص ميزون بزاف هايله تنجي معاهم. مي هذيك الخلطه اللي حديروها حيجوكم بنان بزاف بزاف. هام ليك حندوق الخامة. شوف عالقا زوز شاهيناكم بالجنة. ان شاء الله تسيوهم وتعطونا رايكم فيهم ونكون خفاف عليكم. وان شاء الله تكون عجبتكم اليوم وصفة خويا. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى ان شاء الله. ديروا حاجة نقية في الدار خير من برا. ونعرفوا لي بخي ديالهم شوية طالعين برا. باي باي نتلاقى ان شاء الله مره واحده اخرى.